احفظي مع امسيه الثنايا. ياخذن حقهن اول وتالي جهزوهن الى شوط الاوايل وادفعوهن ما دام الشوط غالي ما يهم المدى لو كان طايل يكسر انتم لولا. مشاهدينا ومتابعونا الاعزاء نجدد اللقاء بكم مره اخرى مع انطلاقه قصه جديده من قصص الثنايا في هذا المساء. تنطلق قصه البندقيه الحاضره هنا مع انطلاقه شوط القعدان الرئيسي المفتوح في هذه الامسيه التراثيه، والبندقيه بالانتظار الى هذه الاسماء وهذه الشعارات الحاضره والمتواجده من اجل الظفر بهذه البندقيه الغاليه في هذا المهرجان الغالي بنسخته الاولى مسافة 8 كيلومترات. هذه الرحلة المنطلقة مع هذه الاسماء وهذه التحديات. نتابع البداية ونرصد الصراع المبكر على رحلة المركز الاول. الكل منتحر من اجل البندقية، من اجل هذا الرمز الغالي بهذه الانطلاقة. الصدارة الاولى هناك، هناك الشاعر يأتي بهذه الاندفاع، يأتي بهذه الانطلاقة، يقدم جلمود المملوك لمحمد الحمد نفطيس. المري الشاعر يأتي بهذه الانطلاقة، يأتي محمد لينطلق بالمركز الأول ليقود الصدارة مبكرا. المركز الثاني القادم والحذر لمحمد بن أحمد بن راشد المزروعي يأتي مع ثاني المراكز، وثالثا هناك من الجانب الآخر شوف التسلل والوصول هناك مع لايق لعامر بن سعيد بن سعد الرفادة المري القادم مع هذه الانطلاقة. أبناء الشحانية حاضرين، أبناء ميدان التحدي مع ثالث المراكز، ورابعا شوف الاقتحام من الشباب جابر بن محمد السلطان. الغفولي وصل في هذه الانطلاقة في هذا التحدي. أما خامس الأسماء من الجانب الآخر، الكل منتحر في هذا اليوم من أجل هذا الرمز الغالي، من أجل البندقية الغالية. هناك مياس حرام بن راشد بن سيف الغفولي يأتي مع هذه الانطلاقة ويأتي مع خامس المراكز. هكذا هي النتيجة، هكذا هو التحدي، هكذا هو النداء الحاضر لهذه الأسماء وهذه الشعارات الباحثة والمنطلقة من أجل الناموس، من أجل الانتصار. خمسة أسماء يصرح لنا بإذاعتها في أشواط الرموز. متابعونا الكرام، حضورنا الجميل في هذه الانطلاقات والتحديات تعود إلى الصدارة، إلى المركز الأول، إلى القيادة الأولى. شباب من يأتي بالمركز الأول، جابر بن محمد السلطان الغفري من يتواجد على مستوى المركز الأول ويقود هذا الصدارة ويقود هذا التحدي بهذا الأداء الجميل. الشاعر قادم أيضا مع جلمود مع المركز الثاني بهذه الانطلاقة، محمد الحمد بن فطيس المري. يلا يا أبو حمد، البندقية بالانتظار، البندقية بالانتظار هنا مع هذه الأسماء. ولكن شوف الواصلين، شوف القادمين من المراكز الخلفية. بدأ الاندفاع، بدأ الهجوم مبكرا، وإن دل هذا على شيء يدل على حب الجميع لاقتناص هذه البندقية الغالية، هذا الاسم الغالي، بندقية حاكم الشارقة يحفظه الله ويرعاه. هنا المقدمة لسن الثنايا بهذه الانطلاقة بهذه التحديات. هناك بشاوي من الجانب الآخر يقدم مياس حرام براد بسيف، بشاوي الغفلي مع المركز الثالث، ورابعا شوف اللي وصل هنا مبلش الحاضر مع رياض بن ثامر بن سليمان السعدون يأتي مع المركز الرابع في هذه الانطلاقة وفي هذا التحدي. خامس الأسماء من الجانب الآخر، أشوف التدخل والوصول في هذه الانطلاقة وفي هذا التحدي. هناك من الزاوية الصعبة القادم والحاضر، متابعونا مستمعونا الأفاضل، هنا الوف قادم لمطر بن غانم بن مسفر المنصوري، تدخل في هذه الانطلاقة يقدم اسمين، يقدم اسمين المنصوري، خطير بهذه الانطلاقة، خطير بهذا التواجد. هكذا هي النتيجة، هكذا هو التحدي. متابعونا في كل مكان عبر قناة الوسطى الناقلة لهذه الأحداث، الناقلة لهذا المساء التراثي، أمسية الثنايا بكؤوسها وبنادقها الحاضر.
منتظرة في هذا المهرجان، هنا بهذه الانطلاقة، هنا بهذا التحدي. أعود إلى الصدارة، أعود إلى المركز الأول، إلى الصراع الكبير، إلى الصراع المثير. هنا الغفلي من يقود الصدارة، وهناك الشيعة أيضا يقتحم من الجانب الآخر، والقادم أيضا هناك بالشاوي من الزاوية الصعبة، وهنا القادم أيضا شعار أبناء المملكة الحاضرين والقادمين من أجل هذه المشاركة القوية. مرحبا بالجميع هنا في دار سلطان الخير والعطاء، هنا بشارقة الثقافة والعلم، هنا مع هذه الانطلاقة خامس الأسماء. وصل وذف هنا لمطر بن غانم بن مسفر المنصوري، تدخل مع المركز الخامس خماسية ولا أروع، خماسية ولا أجمل، ولكن القادمين ربما يشكلون الخطورة على المراكز الأولى بهذه الاندفاعة. أعود إلى الصدارة، أعود إلى المركز الأول، إلى جلموت الذي غير في هذه اللحظات لمحمد الحمد القيس المري من يقدم هذا الاسم بالمركز الأول، هذا الاسم بهذه الانطلاقة، هذا الاسم بهذا التحدي وبهذا المسار الجميل. هنا مع هذه الانطلاقة، هنا مع هذا التحدي، هنا مع هذا الصراع الكبير. الله 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 الله، شوف اللي بدأ يقتحم هناك من الزاوية الصعبة، هنا من عمق الميتون، الكل قادم بقوة. البندقية بالانتظار، البندقية البندقية القالية لمن سوف تمسي ولمن سوف تذهب في هذا المساء الجميل. السعدون بدأ يهاجم المركز الأول، أحد الأسماء التي تمثل أبناء المملكة دائما في جميع المحافل التراثية، هنا يأتي بهذه الانطلاقة ليتواجد ليكون حاضرا. رياض من ثامر السعدون يأتي بهذا الشعار، يأتي بهذه الانطلاقة، يأتي بهذا الاندفاع، يقدم مبلش ويا بلشتكم من مبلش اليوم. هنا الحاضر، هنا القادم، ولكن شوف اللي قادم في هذه الانطلاقة. هنا الغفلي ياتي ايضا ليقدم الشباب جابر بن محمد السلطان، الغفلي ياتي مع هذه الانطلاقة، صراع كبير، ثلاثية ولا اروع. القادم وادهم مع المركز الرابع راشد بن غانم بن مسفر بن غانم المنصوري، تدخل مع المركز الثالث والمركز الثاني الوذ ايضا لمطر بن غانم بن مسفر المنصوري، قادم باسمين خطير المنصوري بهذا التواجد، خطير بهذه الاندفاع بهذه الانطلاقة الأجمل، خماسية ولا أروع، خماسية ولا أجمل. أعود إلى الصدارة، أعود إلى المركز الأول. هنا الانطلاقة الحاضرة، هنا الانطلاقة القادمة، جلمود بدأ يندفع، بدأ يبعد المسافة لمحمد الحمد بن فطيس المري الشاعر، الشاعر قادم، الشاعر حاضر بقوة الشعار، بقوة الأداء الجميل. مبلش قادم أيضا لرياض بن ثامر بن سليمان السعدون، أبناء المملكة حاضرين، أبناء المملكة قادمين بهذه الاندفاعة. والمركز الثالث الواصل أدهم راشد بن غانم بن مسفر بالقوة مع المنصوري، تدخل بهذه الانطلاقة مع المركز الثالث، ورابعا شوف الوصول والانضمام من الوذ هنا بهذه الانطلاقة لمطر بن غانم بن مسفر بالقوة مع المنصوري، يقدم اسمين ورابع الاسماء. شوف اللي وصل هنا بهذه الانطلاقة، وصل وضيحي عبد الله بن محمد العتيق بن شامس العامري، وصل مع المركز الخامس بهذه الانطلاقة. هكذا هي النتيجة، هكذا هو التحدي، هكذا هو النداء حاضر برحلة الكبار، ويا محل الرقص مع الكبار، دائما مع هذه الأسماء، دائما مع هذه الانطلاقات. جلموت صامد، جلموت صامد هذه الانطلاقة، هنا مع الشاعر. يلا يا ابو حمد، يلا يا ابو حمد، البندقية بالانتظار، هو الزعفران والناموس الجميل في هذا المساء، في هذا المساء الجميل والمميز برحلة الثنايا وأمسية الكؤوس والبنادق. هنا الحاضر في هذا الانطلاق الجميل، جلمود لا زال مع الصدارة يقود هذا المسار بهذا الأداء المميز. محمد الحمد بن فطيس المري الشاعر الذي يقود المسار بهذا التكتيك الجميل، بهذا التكتيك الأجمل والأروع. هنا بهذه الانطلاقة ثاني المراكز، هناك مبلش قادم، رياض الثامر بن سليمان السعدون يأتي مع المركز الثاني بهذه الانطلاقة، والواصل أيضا مع المركز الثالث.
هناك الوف قادم مطر بن غانم بن مسفر بالقوبة على المنصوري وصل مع المركز الثالث ورابعا تدخل بشامس هنا في هذه الانطلاقة مع لضيع عبد الله بن محمد العتيق بشامس العامري القادم مع المركز الرابع وخامسا شوف اللي وصل شوف اللي حضر هنا حضر جور هنا لسعد بن سعيد بن سعد الرفادة المري الحاضر والقادم من ميدان التحدي من الشحانية هنا يأتي لكي يكون متواجدا وحاضرا في قلب الصراع في قلب المنافسة هنا مع هذه الانطلاقة والقادم أيضا متابعون الأعزاء خماسية والأروع المنعطف الأخير المنعطف الأخير يا بن فطيس والاتجاه إلى المقصورة الرئيسية إلى البندقية التي تنتظر واحدا من هذه الأسماء وواحدا من هذه الشعارات من هو السعيد الذي سوف يمشي مع هذه البندقية في هذا المساء الجميل جلمود مع الصدارة جلمود مع المركز الأول والمملوك الشاعر محمد الحمد بن فطيس المري الشاعر يقود المسار الشاعر بدأ يباعد المسافة ولكن حذاري من الأسماء حذاري من شعار بالقوبة القادم مع الوذ مطر بن غانم بن مسفر بالقوبة على المنصوري والقادم هنا بشامس مع لوضيع عبد الله بن محمد بن عتيق بشامس العامري والقادم أيضا هنا جور لسعد بن سعيد بن سعيد بعد الرفادة المري ابن الشحانية قادمين ايضا وهناك الواصل مبلس الى ابن ثامر بن سليمان السعدون والقادم ايضا هناك الشبابي مع بن حمود هنا بهذه الانطلاقة هكذا هي النتيجة هكذا هو الصراع شوط البندقية شوط البندقية روح بن فطيس روح ابو حمد روح ابو حمد يفتح الكيلومتر الاخير بهذه الانطلاقة بن فطيس بن فطيس المري ابو حمد الله يا ابو حمد البندقية بالانتظار البندقية والكيل يفتح أبوابه بدأ يغادر روح بسم الله ما شاء الله هنا بن فطيس بعد المسافة بعد المسافة البندقية البندقية الغالية بالانتظار بالانتظار روح بهذا الأداء الجميل روح جلمود بالمركز الأول مع شعار الشاعر محمد الحمد بن فطيس المري الذي روح بهذا الانتصار البندقية البندقية إلى عزبة بن فطيس إذا تمت الأمور على نفس السيناريو والعصا في الأبطال والعصا في الأبطال راق دوامنا يا بن فطيس راق دوامنا ولكن أوصلوا أهل الطلايب أوصلوا أهل الطلايب يبحثوا عن البندقية الله يا بن فطيس أصدر التعليمات بدأ جلمود المغادرة هنا رفتي الأحلام رفتي الأحلام والأربعمية متر الأخيرة الفاصلة البندقية البندقية بالانتظار إلى بن فطيس ولكن بالقوبة والرفادة قادم من الشحانية وبالقوبة هنا قادمين مع الابتغار الأخيرة بن فطيس صامدا وهنا الرفادة قادم من الشحانية هل يغادر البندقية هل تغادر ميدان الشحانية أم يكون لبن فطيس كلام آخر ولكن جور مع المركز الأول جور غير الله 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 غير سعد بن سعيد بن سعد الرفادة الماني وبالقوبة وبالقوبة قادم أيضا ولكن إلى الشحانية إلى الشحانية سلام الشحانية سلام سلام ميدان التحدي دانين وناموس مالك جور سعد بن سعيد بن سعد الرفادة المري من غادر بالبندقية المركز الثاني المركز الثاني كان وصول الوذ لمطر بن غانم بن مسر بقوبة على المنصوري والمركز الثالث كان وصول متابعنا الأعزاء جلمود محمد محمد بن فطيس المري ورابعا كان وصول متابعنا الأعزاء مبلش رياض بن ثامر بن سليمان السعدون وخامسا كان وصل لوضيع عبد الله بن محمد العتيق بن شامس العامري هكذا هي النتيجة التوقيت الزمني 13 دقيقة 12 ثانية 28 9 من الثانية أو 26 من الثانية عفوا هو التوقيت اللي تسجل مع انطلاقة هذا التحدي
ومع انطلاقتي هذه البندقية الغالية التي ذهبت وغادرت إلى أبناء ميدان التحدي مع عجور سعد بن سعيد بن سعد الرفادة المري، من قلب الأمور في لحظة واحدة وخطف البندقية ليذهب بها وتغادر الحدود إلى أبناء ميدان التحدي. وسلام الرفادة، سلام تهانينا والناموس. عادل الكف يوم الوزن مايل، شيخنا القاسمي درب الخصالي، يا عل تسقيك الوسطى مخايل، دار شيخ نجود نادر مثالي.